مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار الهامة على الساحة الرياضية المصرية والعالمية، وبالتحديد في كل ما يتعلق بآخر أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الأستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، وهنستفيض في الحديث في كل الأمور كما هو المعتاد. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها في الحقيقة، لكن خلينا الأول نروح نشوف أهم عناوين حلقة اليوم. يلا بينا. الأهلي يؤدي مرانه اليوم استعدادا للقمة بمشاركة الدوليين. بايلر يستقر على موعد معسكر القمة. برنامج خاص للاعبين قبل مباراة الزمالك. متولي يواصل برنامجه التأهيلي. جهاز المنتخب يضع الجبلاية في مأزق. البدري يستقر على استمرار الشحات وجمعة وأفشة وبكار. والإندبندنت صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في القرن 21. حديث الساعة تأجيل القمة مباراة الأهلي والزمالك، زي ما حضراتكم عارفين هي مقرر ليها إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم. حتى هذه اللحظات المباراة المفروض في استاد القاهرة طبقا للجدول، لكن خرج أخبار كتيرة جدا امبارح إن المباراة هيتم تأجيلها لأسباب ودواعي أمنية، لكن برضو لحد هذه اللحظات مفيش أي جواب رسمي من الأمن وصل للاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل القمة. فبالتالي إحنا في انتظار الجديد. لحد دلوقتي المباراة في ميعادها، لحد دلوقتي المباراة هتقام وفي استاد القاهرة، لكن لو الأمن معترض على موضوع استاد القاهرة وده المتوقع، فبالتالي المباراة هيتم نقلها لاستاد الجيش ببرج العرب، وهتكون في نفس ميعادها يوم السبت القادم. ده الجديد لحد دلوقتي، وهنشوف على مدار الساعات القادمة التطورات هتكون ايه، لكن خليني اقول لحضراتكم ان الاقرب ان المباراة باذن الله تعالى هتكون في ميعادها. وبصراحة مهم قوي ان المباراة تبقى في ميعادها، لان لو اتأجلت وطبعا كل الاحترام والتقدير للجوانب الأمنية والأمن، لأن الأمن لحد دلوقتي ما اتكلمش. والأخبار لما خرجت امبارح بالليل وكان بيقال إن الصبح هيبقى في خطاب من الأمن، يا إما بإقامة المباراة في ميعادها وتحديد الملعب، يا إما بتأجيل المباراة. فبما إن الأمن ما بعتش حاجة، يبقى واضح كده إن في طرف من الأطراف حابب إن هو يأجل المباراة، ودي تبقى الكارثة الكبرى في الحقيقة. لأن في كل الأحوال الموضوع يا جماعة والله مش متعلق خالص بمين افضل فنيا دلوقتي او مين فرصه اكبر ان هو يفوز في المباراه دي. دايما مباراه القمه ما بيبقاش ليها مقاييس اطلاقا. المباراه الاخيره مباراه السوبر كان الزمالك هو الاقرب انه يفوز، والاهلي كسب الحمد لله هذه المباراه. لكن الموضوع مش متعلق بكده، الموضوع متعلق بسمعه مصر وسمعه الدوري المصري بالتحديد. وانت مقبل على بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عام اللي هتبتدي الشهر القادم يوم 8، وهتبقى على استاد القاهره وبحضور جماهيري. طب ازاي هتأجل ماتشات بسبب الجوانب الأمنية، وازاي هتنظم هذه البطولة؟ برضو عيد وزيد كل الاحترام والتقدير للأمن، لكن الأمن أكيد برضو بيراعي بكل قوة وبكل تأكيد مصلحة البلد وسمعة البلد والكرة المصرية، وخصوصا ان احنا عندنا الأمن ما شاء الله في مصر حاجة ما فيش أحسن من كده، وبيحصل مناسبات وحفلات وأمور كتيرة جدا بعدد كبير جدا من الجماهير، والحمد لله الدنيا مستقرة وماشية بشكل كويس. وانا مش هقدر اتكلم عن الامن طالما الامن ما بعتش اي خطاب لاي حد، وتحديد الاتحاد المصري لكره القدم. فنتمنى باذن الله، نتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه تكون في ميعادها، وده الاقرب لحد دلوقتي، وان الامور تسير في النطاق الطبيعي والمعروف عن الكره المصريه بعد موسم كان صعب. الموسم اللي فات مش عايزين نكرره، لان بجد بجد دي هتكون بدايه لموسم جديد سيء جدا في حاله تاجيل مباراه الاهلي والزمالك. هتقول لي ما هو لسه بدري، ماتش الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع بس، يعني فعادي لو اتأجل. ما هو لما هيتأجل امتى؟
طب ما هو الوقت اللي هيتلعب فيه، طب ما هو تأجيلات ومطالبات بعض الأندية إن هم يأجلوا، فهتلاقي عدد كبير جدا من التأجيلات. هتلعب إمتى؟ وعندك مناسبات إفريقية، عندك مناسبة أهلي وزمالك، عندك الأهلي بيلعب في دوري أبطال أفريقيا، الزمالك لحد دلوقتي ما بين الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا في حالة تأهله هنا أو هنا، عنده ماتشات إفريقية، عندك بيراميدز، عندك المصري. إمتى هتقدر تلعب المؤجلات في حالة التأجيل يعني في وسط هذه المباريات؟ إمتى هتقدر تلعب المؤجلات في وسط الأجندة الدولية سواء المنتخب الأول المنتخب الأولمبي؟ فكلها أمور يجب مراعاتها من قبل الأمن ومن قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، ويجب أن يكون هناك كل المحاولات القوية والمستميتة لإقامة المباراة في موعدها، وبإذن الله ده يكون ده الأقرب. ده فيما يتعلق بمباراة القمة، لأن ده في الحقيقة حديث الساعة والناس كلها بتتكلم في الجزئية دي بعد الأخبار اللي خرجت امبارح وأخبار غير رسمية، خلينا نأكد تاني وتالت وعاشر. بالتالي النادي الاهلي بيستعد بشكل طبيعي جدا لمباراه الزمالك. احنا عارفين امبارح كان في مباراه وديه مع نادي الاعلاميين في استاد مختار التتش بالجزيره، النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بنتيجه 1-0 لهدف لوليد ازارو نجم هجوم النادي الاهلي، والواضح ان هو في طريقه للعوده باذن الله انه يكون مؤثر في تشكيل النادي الاهلي. امبارح كان في مكاسب كتيره ابرزها طبعا ازارو، ابرزها كمان عوده محمد محمود ومشاركته في جزء كبير من المباراه، نفس الحال بالنسبه لسعد سمير ومشاركته في الجزء الثاني. مستر فايلر استقر او اطمن بشكل كبير جدا على حاله عدد كبير من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي من خلال المباراه الوديه بالامس، واكيد هو عامل لنفسه سيناريو معين لمباراه القمه ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم. استعدادات مستمرة، النهاردة مران النادي الأهلي في تمام الساعة 5 مساء بحضور الدوليين، وإحنا عارفين إن كان في مباريات هنتكلم عليها، مباراة المنتخب الأول المنتخب الأولمبي، المنتخب الأولمبي اتكلمنا عليه امبارح لكن هنتكلم عن المنتخب الأول، لكن لازم دايما نطمن على استعدادات النادي الأهلي. علشان كده خليني أروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كريم مساء الخير عليك. كده عليك زميل امين، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كريم، طمنا استعدادات النادي الاهلي لمباراه القمه، وايه الاخبار عندك في تدريب هذه اللحظات؟ كالعاده طبعا يا امير، كلها الاستعدادات كلها جديه وكلها حماس كبير جدا للعيبه للنادي الاهلي. انا عايز ابدا معاك في البدايه خالص قبل انطلاق المباراه، كعاده الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي رغم التعب والارهاق لكن رسائله المستمره وتواجده الدائم في المباريات الصعبة وفي تحفيز اللاعبين، النهارده كان متواجد وحرص انه يكون متواجد في الانطلاق المباراه، اجتمع باللعيبه يمكن 5 دقائق سريعه كده مع مستر فايلر وكابتن سيد والجهاز بالكامل. الحديث كله يا امير كان على اهميه هذه المباراه، قال للعيبه بالتحديد لابد يكون في فصل، ما تركزوش في اي امور خارجه استعدادنا فقط لغير للمباراه. المباراه تؤجل ما تؤجلش ده ما يشغلناش خالص، يشغلنا فقط ان احنا نكون في قمه الحماس في قمه الجديه. روح الفانيله الحمراء ان شاء الله تبان، الراجل اشاد بيهم كابتن بيبو الحقيقه في التدريبات واشاد باللعيبه المنتخب اللي باكد لك كل لعيبه المنتخب يا امير سواء منتخب الاولمبي او منتخبنا الاول متواجده في المران بعد انتهاء طبعا المباريات الوديه الاخيره، يعني رمضان متواجد، مصطفى شوبير، عمار حمدي، صلاح محسن، ده بالنسبه للمنتخب الاولمبي، وايضا كمان كل اللعيبه في المنتخب الاول متواجده. لكن انت عارف طبعا النهارده التدريب اللعيبه اللي شاركت في المباراتين بالنسبه للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول تدريب خفيف جدا بالنسبه لهم، ما كانش في اي تدريبات قويه، هي الجري طبعا حوالين الملعب ومنها مباشره الى تدريبات خفيفه، مقصد ثلج، جيم، كلها حاجات طبعا ريكفري للاعبين. اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يعني العدد طبعا قليل شويه لان كل اللعيبه اللي انا باكد عليها ان هي كانت متواجده خبات مش هتشارك في التمرين بالكامل نظرا لحاله الارهاق، لكن الكل امير مركز بشكل كبير، مستر فايرال بيحاول ان هو طبعا مع الحاجات النظريه والحاجات العمليه محاضرات الفيديو بيحاول بشكل كبير جدا يقف على كل كبيره وصغيره. مباراه الزمالك المباراه الثانيه هتكون لها حسابات فنيه كثيره، خلاص المباراه الاولى الناس شافت بعض، ميتش باص على الاهلي، فايلر باص على الزمالك، المباراه كانت في ارض الملعب، فاكيد بنتمنى يكون في مفاجاه جديده زي مفاجاه اجايل المباراه الاولى ان شاء الله باذن الله. امير عندنا ثقه في كل اللعيبه، الامور كلها باذن الله تبقى في مصلحه النادي الاهلي، لكن الاهم ان المباراه تقام، يعني ده الاهم طبعا. بنتمنى ان شاء الله بالظبط يا امير، يعني بنتمنى ان شاء الله باذن الله، لسه في بكره ولسه في الخميس ولسه في الجمعه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله يصل خطاب رسمي للاتحاد الكره ومنه الى النادي الاهلي باقامه المباراه سواء في القاهره او في برج العرب. النادي الاهلي يعني مرحب في الاثنين سواء القاهره او برج العرب يكون المباراه بدون جمهور او بجمهور، لكن لابد ان احنا نحترم جدول الدوري العام اللي اتاكد ان يكون كل المباريات في ميعادها. استاد القاهره بنامل ان احنا نكون مباراه تكون في استاد القاهره، لكن هنحترم اكيد وجهه نظر الامن في برج العرب او في القاهره ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي. انا معاك زميلي امير لو فيها استفسارات. فقرات التدريب عباره عن ايه النهارده يا كريم؟
النهارده يمكن التدريب جري بسيط كده، يعني نقدر نقول 7 أو 8 دقائق جري ومجموعات بالكوره، يعني في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كلها مربعات، يعني 8 و2 في النص كده بالنسبه للتدريبات. حراسه المرمى يمكن يعني الشناوي هو الوحيد اللي مريح بالنسبه للتدريبات، بيجري فقط لغير حول الملعب، لكن مصطفى شبير متواجد، علي لطفي متواجد، كل الحراس المرمى متواجد، احمد طارق السيستان. النهارده التدريب لسه كمان يعني في الجزء الاول، المربعات لسه شغاله، لكن واضح ان الراجل هيحاول ان هو يبقى في بعض التصويب على المرمى، بعض الكروسات البسيطه جدا للاعبين. انت عارف برضه يمكن مباراه الامس الاعلاميين في عدد كبير من اللعيبه شاركت في المباراه كامله، فالنهارده يعني ان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه قويه يستفيد منها النادي الاهلي، وايضا كمان يستفيد منها اللاعبين ان شاء الله. طيب كريم، طمن جمهور النادي الاهلي على رمضان صبحي، لان احنا زي ما احنا عارفين مباراه المنتخب الاولمبي اول امبارح امام جنوب افريقيا، معناها المباراه كده الكاميرا جابت رمضان وهو يعني بيتالم شويه، او الدكتور كان معاه طبيب المنتخب الاولمبي، والناس قالت انه اجهاد خفيف، هل رمضان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي؟ طمنا وطمن جمهور الاهلي يا كريم. باكد لك امير وبطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، رمضان يمكن حاله الاجهاد البسيطه اللي اشتكى منها في المباراه الاخيره يمكن زالت تماما. النهارده رمضان بيشارك في التدريبات في المربعات متواجد. رمضان من اللعيبه اللي عندها اصرار وعندها تحدي وروح كبيره جدا، حتى ما بيشعر باي حاجه بسيطه يتحامل على نفسه، لكن همنا طبعا سلامه اللاعب في الاول وفي الاخر ان يكون جاهز فنيا وبدنيا لهذه المباراه. انا باكد لك رمضان ان شاء الله يكون عنصر مفاجاه وعنصر مهم جدا كعادته في مباريات القمه، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله، يعني النهارده وعلى لغايه يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ربنا يبعد الاصابات عن كل اللعيبه، ما حدش يبقى في عنده حاله اجهاد، لكن باكد لك امير من جديد رمضان صبحي جاهز بشكل كبير بجانب عمرو السوليه اللي بيعلن كمان جاهزيته لهذه المباراه. متولي اللي بعيد شويه لسه، يعني متولي طبعا تمزق في العضله الخلفيه، في تأني كبير جدا، والراجل ماشي مستواه ماشي في مراحل متطوره وماشي بشكل كبير جدا، لكن لسه شويه امين، يعني ننتظر وان شاء الله الفتره اللي جايه بالنسبه لمحمود متولي ومحمد محمود كمان. يعني قبل ما انهي معاك المكالمه، محمد محمود من الواضح ومن اللي احنا شايفينه انه هيكون ليه مكان في القائمه الخاصه بمباراه الاهلي والزمالك، سواء على دكه البدلاء او يكون متواجد في القائمه بعد ظهوره الرائع والمميز في المباراه الاخيره مباراه الاعلاميين. يعني لعيبه كتير كانت بعيده، بنتمنى محمد محمود يخش ان شاء الله سريعا ياخد دوره، ويكون منافسه قويه جدا، لكن كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. زميلنا المتالق دائما كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وطمنا بشكل كبير جدا في الحقيقه كريم على استعداد النادي الاهلي لمباراه الزمالك المقبله باذن الله يوم السبت القادم. واضح ان النادي الاهلي بيستعد بكل قوه وجديه كما هو المعتاد، لان دايما النادي الاهلي كل المباريات بياخدها منتهى الجديه، ما بالك لما تكون مباراه مع الغريم التقليدي والنادي الكبير المحترم طبعا نادي الزمالك، فبالتالي بتبقى استعدادات قويه جدا. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. بالمناسبه طبعا زياره الكابتن محمود الخطيب هي زياره معتاده قبل كل المباريات الهامه، وبتبقى مهمه جدا في الحقيقه هذه الزياره، وبترفع من الروح المعنويه والدافع المطلوب اللي دايما بيكون موجود عند لاعبي النادي الاهلي قبل مثل هذه المباريات. طيب عايزين نروح نتكلم في شق اخر، هو جزء تاني فيما يتعلق بمنتخبات مصر، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. احنا امبارح اتكلمنا عن المنتخب الاولمبي وفي الحقيقه في قلق كبير جدا، لكن امبارح ايضا كان في مباراه منتخب مصر الاول مع بوتسوانا واللي خلصت 1-0 بهدف الحمدي فتحي لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي. ناس كتير جدا اتكلمت على اداء المنتخب الاول وان برده ما فيش اي جمل ولا فيش اي شكل ولا كلام من ده، ده طبيعي. يعني لما نيجي نقيم الامور بمنطقيه شويه هنقول ان مدير فني جديد موجود، جهاز فني جديد، واول مباراه ليه واول معسكر، وفتره كانت ضيقه جدا قبل مباراه بوتسوانا، فبالتالي ما كانش منتظر ان احنا نشوف يعني الاداء المبهر والجمل التكتيكيه. بتكلم عن المنتخب الاول، الجمل التكتيكيه في ارض الملعب ونلاقي نكسب 3 و4 و5 مع فريق ضعيف زي بوتسوانا اللي كان بيدافع طول المباراه. لا، طبيعي جدا ان الشكل يكون كده، المهم ان انت كسبت في اول مباراه ليك كمدير فني واللاعبين، وثقه كده واحده واحده تاخدها بعد فتره كانت عصيبه جدا بالنسبه للمنتخب الوطني الاول. اذا فيما يتعلق بمنتخب مصر تحت قياده الكابتن حسام البدري، دي بدايه منطقيه ومتوسطه، ما فيهاش اي كلام او اي انتقادات في الحقيقه. لكن خوف كل الخوف، لان البعض بيقارن المنتخب الاول بالمنتخب الاولمبي، لا مفيش اي وجه للمقارنه. انت المنتخب الاول عندك جهاز فني جديد اول مباراه ليه، لكن انت المنتخب الاولمبي عندك ايه؟ جهاز فني بقاله سنتين بعدد كبير من المباريات الوديه، فعشان كده حقك تقلق بالنسبه للمنتخب الاولمبي، لكن المنتخب الاول لسه بدري شويه، رغم ان احنا مقبلين على مباريتين رسميتين في الشهر المقبل، وان شاء الله المنتخب الاول يقدر ان هو يتخطى سواء كينيا على ارضنا او جزر القمر هناك على ارضهم، لكن
فعلا فعلا لما تيجي تقارن ما ينفعش تقارن ما بين المنتخبين، لكن اقلق براحتك قوي. المنتخب الاولمبي في اطار محدد وهو اطار مسانده، لان مفيش اي مجال للتغيير مثلا او لتعديل اي شيء. المنتخب الاولمبي باذن الله عندنا عناصر ممتازه من اللاعبين، جيل ما تكررش او ما حصلش قبل كده في هذا او هذه الفئه العمريه، وجهاز فني جيد ومحترم بقياده الكابتن شوقي غريب، وعناصر مميزه وعندها يعني تاريخ كبير جدا في الجهاز الفني. ان شاء الله يعدلوا اخطائهم، ان شاء الله يحققوا كل المراد لجماهير الكره المصريه بالتحديد فيما هو منتظر من المنتخب الاولمبي. المنتظر ايه؟ الفوز بالبطوله باذن الله، والاهم بصراحه التاهل لاولمبياد طوكيو 2020، وهم قادرين على هذه الجزئيه في اطار تصحيح بعض الاخطاء. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. زي النهارده من 4 سنين تقريبا النادي الاهلي فاز على نادي الزمالك في السوبر وخد البطوله رقم 9 في تاريخه بنتيجه 3-2 في مباراه كانت تاريخيه، اكيد حضراتكم كلكم فاكرينها، في ملعب هزاع بن زايد بمدينه العين. والنادي الاهلي يمكن كان تاخر في هذه المباراه بهدف لعمر جابر لاعب نادي الزمالك، بعد كده تعادل عبد الله السعيد مع نهايه الشوط الاول، اصبحت النتيجه 1-1 مع بدايه الشوط الثاني عبد الله السعيد تقدم، وكان كهربا تقريبا ضيع ضربه جزاء في هذه المباراه لنادي الزمالك. عبد الله السعيد تقدم بقى 2-1، وبعد كده مؤمن زكريا اللي بنتمنى له العوده والشفاء ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه احرز الهدف الثالث عشان تبقى النتيجه 3-1، وبعد كده كهربا قلص الفارق عشان النتيجه تبقى 3-2 وتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي. كانت تحت قياده بالمناسبه الكابتن الكبير كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت في هذا التوقيت للنادي الاهلي، وكانت بطوله مهمه قوي. ليه؟ لان السنه دي كان الاهلي خسر دوري وخسر كاس، وقدر ان هو يعوض البطولتين في هذه البطوله بطوله السوبر امام نادي الزمالك. المباراه كانت كبيره في الحقيقه، وكان شكل اكثر من رائع بالتحديد في ظل الحضور الجماهيري المميز سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك، ودايما جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه الدور الاكبر بفوز فريقه في اي مباراه. وذكرى اكيد مهمه حابين نعيش حضراتكم فيها، وان شاء الله ما تكونش اللحظات السعيده الاخيره، دايما هيكون في لحظات سعيده كتيره مقبله باذن الله لجمهور النادي العظيم ولنادينا النادي الاهلي. طيب نروح نشوف الاخبار النهارده، ايه اللي اتكتب على الاهلي في الصحف؟ نشوف يلا. الاخبار المسائي: الاهلي مكتمل الصفوف، فايلر يجتمع مع الدوليين وتجهيز السوليه لمباراه القمه. جريده الاخبار: الاهلي يطمئن على رمضان والسوليه، فايلر يضع الخطه اليوم ويجهز لمفاجاه. الأهرام: فايلر يستقر على تشكيل مباراة القمة وانتظام 11 لاعبا في مران الأهلي. الأهرام المسائي: الأهلي بدون كلام، فايلر يفرض السرية من أجل القمة والإعلام يغيب عن الإعلاميين. المساء: طوارئ في الأهلي، معسكر مغلق الخميس، سحب الموبايلات. الجمهورية: الأهلي يفرض السرية بمشاركة جميع اللاعبين والسويسري بدأ الجد. الأهرام الرياضي: حظر وطوارئ وتفاؤل حذر في الأهلي، فايلر يستقر على التشكيل الأساسي ويرفض المفاجآت وودية الإعلاميين للتجهيز. الوفد: الأهلي يتراجع عن مفاوضات حجازي وأزمة جديدة في مستحقات كولوبالي، معلول يغلق باب الرحيل ومحمد محمود يحلم بسيناريو المفاجأة بلقاء القمة. الدستور: فايلر يجتمع مع الدوليين وفحص طبي رمضان. الشروق: فايلر ينتظر تقرير الدوليين للاستقرار على خطة القمة، فحص طبي رمضان صبحي إعلان جاهزية السلية للقمة، وقناع مروان محسن يصل خلال أسبوع من إسبانيا. في الحقيقة الأخبار متشابهة جدا سواء النهاردة وامبارح بالتحديد، يعني وخصوصا فيما يتعلق بالنادي الأهلي ومباراة القمة والمباراة الودية اللي كانت امبارح، فهنتناول بعض هذه الأخبار ونحاول نعلق عليها. فنبتدي بالأخبار المسائي اللي قال النهاردة عن النادي الأهلي:
قال ان الاهلي مكتمل الصفوف الحمد لله، وما شاء الله الامور ماشيه بشكل كويس جدا بالنسبه للنادي الاهلي، والاصابات بالعكس ما فيش اصابات، اصابات محدوده قوي يعني، بتتمثل في مروان محسن مثلا، كريم نيدفيد، دول ابرز اثنين. في نفس الوقت بيعود لك سعد سمير ومحمد محمود، الله اعلم هل هيكونوا موجودين في حسابات فايلر في ماتش القمه ولا لا، دي كلها امور يعني ما نقدرش نتوقعها خالص مع مستر فايلر. يجتمع مع الدوليين وده طبيعي جدا لان هم اول مران ليهم النهارده، فهيتكلم معاهم سواء فيما يتعلق بمباراه القمه او فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي على مدار الكام يوم اللي جايين قبل المباراه وتجهيز السوليه لمباراه القمه. السوليه الامور كويسه جدا بالنسبه له الحمد لله وجاهز لهذه المباراه. نروح لجريدة الأخبار، قالت إيه؟ قالت الأهلي يطمئن على رمضان والسولية، وزي ما سألنا كريم كده زميلنا العزيز قال لنا إن رمضان الحمد لله الأمور كويسة جدا بالنسبة له وجاهز إن شاء الله لمباراة القمة، ونفس الحال بالنسبة للسولية. فايلر يضع الخطة اليوم ويجهز لمفاجأة، نتوقع أي شيء من مستر فايلر، مفاجأة ممكن تلاقيها، ممكن ما تلاقيش مفاجأة في الآخر، تلاقي تشكيل مقارب لآخر مباراتين يعني بالتحديد، كلها أمور هنشوفها وهنترقبها وهنعرفها بإذن الله، بإذن الله يوم السبت القادم قبل المباراة بأقل من ساعة كده نعرف التشكيل، وهل هيكون في مفاجآت ولا لأ، ده أمر متروك طبعا لمستر رينيه فايلر. وموضوع الخطة ان هو هيضعها النهاردة يعني ما اعتقدش ان موضوع الخطة تبقى النهاردة، لان انت عندك بعض اللاعبين الدوليين لسه عائدين، فبالتالي لهم تدريبات استشفائية، فممكن بكرة وبعده هيكونوا اهم تدريبين بالنسبه للنادي الاهلي، تدريب يوم الاربعاء والخميس ان شاء الله باذن الله، واتمنى كل التوفيق في كل الاحوال بالنسبه للقلعه الحمراء. نروح لخبر اخر من جريده المسا، وبتقول طوارئ في الاهلي، طوارئ عشان يعني ماتش القمه والاستعدادات والجاهزيه بالنسبه لبعض اللاعبين وكل هذه الامور، معسكر مغلق الخميس. لا خليني اقول لحضراتكم برنامج حتى هذه اللحظه بالنسبه للنادي الاهلي هيتمثل في الاتي: الفريق هيوصل تدريباته بشكل طبيعي جدا لحد يوم الجمعه، المران هيبقى بعد صلاه الجمعه اعتقد الساعه 2 كده، وبعد الساعه 2 الفريق هيدخل المعسكر سواء المباراه في استاد القاهره او في برج العرب في حاله اقامتها باذن الله يعني. هو ده برنامج النادي الاهلي، مفيش معسكر مغرق من يوم الخميس ولا حاجه، لان المباراه يوم السبت، مفيش معسكر مبكر يعني. صاحب الموبايلات ده انا ما بعتقدوش يعني، ما اعتقدش ان في الكلام ده خالص، هو ممكن يكون توقع او اجتهاد يعني من جريده المسا، لكن هو اسلوب ما اعرفش موجود او في قرار بموضوع صاحب الموبايلات ده ولا لا، بس ما اعتقدش ان هو يكون موجود يعني. نروح لجريده الجمهوريه واللي بتتكلم عن النادي الاهلي النهارده، وبتقول السويسري بدا الجد والاهلي يفرض السريه ومشاركه جميع اللاعبين، هم قصدهم السريه فيما يتعلق بالمباراه الوديه بالامس، وما كانش فيه متابعه اعلاميه كبيره بناء على قرار الجهاز الفني. موضوع ان السويسري يبدا الجد، لا هو الراجل واخد الامور بجد الجد يعني من اولها، من البدايه، من اول مباراه ليه، فما بيهزرش بصراحه من الاخر مستر فايلر، ومركز كل تفصيله في النادي الاهلي، ده شيء مهم ومطلوب بصراحه لاي مدير فني بيرغب في تحقيق الانجازات وعنده طموح كبير جدا زي مستر رينيه فايلر. طيب نروح لخبر اخر من جريده الوفد، وده محتاج تعليق شويه. الوفد قالت ايه؟ قناع اسباني لمروان محسن، ده اتكلمنا فيه امبارح، وهيكون خلال اسبوع القناع ده موجود بعد الجراحه اللي اجراها مروان في الوجه، عظام الوجه، بعد ما جاله كسر في مباراه سموحه يعني. موضوع ان الاهلي يتراجع عن مفاوضات حجازي، الاهلي اصلا ما ابتداش مفاوضات مع حجازي عشان يتراجع. وحجازي لعيب كبير جدا واي فريق يتمناه بصراحه. نتمنى ان تواجد احمد حجازي طبقا طبعا للرؤيه الفنيه، بالمناسبه مفيش صفقه هتتم في النادي الاهلي خلال الفتره الجايه غير بموافقه مستر فايلر. اي صفقه النادي الاهلي بصدد التفاوض معاها او بصدد التعاقد معاها مش هتتم غير لما مستر رينيه فايلر يوافق، بالتنسيق طبعا مع لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، وده شيء مهم جدا. موضوع حجازي الاهلي ما دخلش اصلا في مفاوضات مع احمد حجازي عشان يتراجع عن هذه المفاوضات، وازمه جديده في مستحقات كولوبالي، احنا عارفين الهارب سليماني كولوبالي في ازمه، وهو ده دلوقتي لاعب في النجم الساحلي، ففي حكم بتعويض للنادي الاهلي، فالحكم صادر بالدولار، المبلغ يدفع النادي الاهلي بدولار، النجم الساحلي عايزين يدفعوا المبلغ بالدينار التونسي، والنادي الاهلي رافض هذه الجزئيه حتى هذه اللحظه وحقه طبعا. معلول يغلق باب الرحيل، وتصريحات علي معلول كانت واضحه جدا بعد مباراه الكاميرون، تونس والكاميرون، وقال ان هو مبسوط جدا داخل النادي الاهلي. ومحمد محمود يحلم بسيناريو المفاجاه بلقاء القمه،
هنشوف، هو اكيد يتمنى المشاركه في هذه المباراه، ولاعيب مهم جدا ومميز ونفسنا نشوفه بقى في الملعب. وحشنا جدا اكيد محمد محمود، لكن بالتالي كل الامور دي حبان يوم القمه، وهنشوف مستر فايلر هيعمل ايه. نروح لجريده الشروق بتقول ان فايلر ينتظر تقرير الدوليين للاستقرار على خطه القمه، وهو تقرير فيما يتعلق بجاهزيه اللاعبين يعني اللي شاركوا مع المنتخبات الدوليه، سواء علي معلول مع منتخب تونس، وعندنا 4 في المنتخب الاولمبي و6 في منتخب مصر الاول. الحمد لله الحمد لله، المكاسب المهمه قوي من مباراتي المنتخب الاول والاولمبي ان ما فيش اي اصابات الحمد لله، واعتقد الكل جاهز باذن الله تعالى. فحص طبي رمضان طمنا خلاص على رمضان، اعلان جاهزيه السوليه اكدناها، وموضوع قناع مروان محسن ده اتكلمنا فيه ايضا. طيب دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في الصحف. عايز اروح لتقرير عشان نطمن من خلال التقرير ده على بعض المصابين في النادي الاهلي، سواء مروان محسن او كريم نيدفيد، نطمن على جاهزيتهم في التقرير ده ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. تمام والله الحمد لله، احسن الحمد لله. بدات دلوقتي مرحله الجري الحمد لله. الدكتور طمني العمليه الحمد لله كويسه الحمد لله 100%. مستني ان شاء الله القناع، ان شاء الله بنستني جهاز الاي اس بي القناع الواقي بتاعي، هيجي بعد 5 ايام المفروض، وبعد كده بياخد 4 ايام بعدها يعني، اول ما ياخد الكاس ان شاء الله بقى قريب في الملعب يعني. الحمد لله الدنيا تمام، وبدات النهارده اجري، اول مره اجري النهارده، فان شاء الله خلال اسابيع باذن الله اكون موجود مع الفرقه ان شاء الله. الحمد لله والله، بتمرن واحد بيتمرن كويس بيعمل دوره، سواء موجود او مش موجود ده دوري، انا بتمرن كويس بتمرن كويس، المدير الفني بيتكلم معايا كويس، والباب الباب على ربنا، وانا في وسط فرقتي وسط اهلي، والواحد مبسوط دايما ان هو في وسط بيته، وربنا رب يكرمنا الفتره الجايه دي ومزيد من النجاح ان شاء الله باذن الله. طيب تقرير مهم في الحقيقه، طمنا من خلاله على مروان محسن واللي خلاص باذن الله اقترب العوده، نيدفيد اللي ابتدى الجري كمان حول الملعب، وكمان طمنا على جاهزيه حسين السيد واللي بالمناسبه شارك في مباراه الامس، المباراه الوديه امام الاعلاميين، وادى مباراه جيده. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي. نروح نشوف اخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. يورو سبورت عربيه، زي النهارده الظهور الاول للخطيب باسطوره الكره المصريه. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يؤدي مرانو مساء اليوم. بوابة الأهرام، الدوليون ينتظمون في تدريبات الأهلي اليوم. بوابة أخبار اليوم، فايلر يحدد موعد معسكر القمة. كورة، طبيب الأهلي يحسم موقف محمد محمود من القمة. اليوم السابع، الأهلي يفسر سر غياب السولية عن مواجهة الإعلاميين الودية. صدى البلد، الأهلي يحارب الإجهاد ببرنامج خاص استعدادا لمباراة القمة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، متولي يواصل برنامجه التأهيلي. موقع مبتدأ، نوادر أهلاوية، 3 كباتن من القلعة الحمراء في 3 منتخبات. وان ثري، جماهير الاهلي تطلق هاشتاج تاجيل القمه مرفوض وتحتل تويتر. طيب اخبار كتير كالعاده عن النادي الاهلي في المواقع، نبتديها كده واحده واحده من بوابه اخبار اليوم النهارده. قالت ايه؟ قالت فايلر يحدد موعد معسكر القمه، واحنا اتكلمنا مع حضراتكم المعسكر هيكون قبل المباراه بيوم على طول، يعني ما فيش معسكر مبكر ولا حاجه، يوم الجمعه ان شاء الله الفريق هيخش المعسكر طبقا للاخبار حتى هذه اللحظه. نروح لموقع كوره، وطبيب الاهلي
يحسم موقف محمد محمود من القمة. طالما محمد محمود شارك خلاص في التدريبات بقاله فترة، التدريبات الجماعية بما فيهم التقسيمة اللي مع آخر كل مران، وكمان شارك في المباراة الودية بالأمس حتى لو لدقائق معدودة، وأعتقد هو شارك الشوط الأول وجزء بسيط من الشوط الثاني. فإذا محمد محمود جاهز لأي مباراة، بقى قمة مش قمة، أي مباراة هيكون جاهز إن شاء الله. كله هيترتب على الرؤية الفنية لمستر فايلر، لكن الجاهزية موجودة بالنسبة لمحمد محمود. نروح لليوم السابع، والأهلي بيفسر سر غياب سولاي عن مواجهة الإعلاميين الودية. الناس قلقت شوية، قالوا يا جماعة طب ما هو سولاي بيقولوا إن هو جاهز والحمد لله ما فيش إصابة والإصابة بسيطة وكلام من ده، ليه ما لعبش الماتش الودي؟ لا، طبيعي جدا إن سولاي ما كانش يلعب الماتش الودي امبارح، لأن هو كان شارك قبل هذه المباراة الودية مران واحد فقط كامل، فبالتالي مش منطقي جدا ان هو يشارك في مباراه وديه، وخصوصا لسه عائد من اصابه، شارك في تدريب واحد، وخصوصا ان هو بيستعد لمباراه القمه، فكان طبيعي ان هو ما يشاركش. لكن السولية يا جماعه سليم الحمد لله ومتاح للجهاز الفني في مباراه القمه. نروح لموقع صدى البلد، بتقول ايه؟ بتقول الاهلي يحارب الاجهاد ببرنامج خاص استعدادا لمباراه القمه، وده على حسب طبعا مستر توماس اللي هو مخطط الاحمال في الجهاز الفني للنادي الاهلي، واكيد في تدريبات بدنيه معينه وبرنامج خاص استعدادا لهذه المباراه، وهيتم تجنب طبعا الاجهاد عشان ان شاء الله الفريق يكون لائق وجاهز بدنيا بشكل كبير، بخلاف طبعا الجاهزيه البدنيه الفنيه اللي احنا ان شاء الله منتظرينها على نفس غرار الست مباريات السابقه مع مستر فايلر. كره قدم في الاخر وكل شيء متوقع، وخصوصا لما بتكون بتقابل فريق قوي وندي ليك زي نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله تعالى النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، ان شاء الله باذن الله يجيبوا لنا 3 نقاط جديده عشان يبقى مشوار مميز من البدايه. هو مميز حتى الان بصراحه، بس لما تكسب الزمالك كمان الماتش الجاي تفرق جامد، تفرق بشكل كبير جدا سواء معاك او مع المنافس نادي الزمالك لما يخسر باذن الله. نروح لخبر اخر، لموقع رسمي للاهلي بيقول ان متولي واصل برنامجه التاهيلي، واحنا عارفين متولي كان عنده مزق في العضله الخلفيه، تعرض لهذه الاصابه في مباراه الزمالك في السوبر، وكان خرج كده مع بدايه الشوط الاول في الدقيقه 20 اعتقد بعد الهدف الاول للنادي الاهلي على ما اتذكر يعني. واصابه المزق دي بتاخد وقت شويه، لكن هو حالته بتتحسن بشكل كبير، واعتقد ان العضله التئمت بشكل او بنسبه 85% طبقا للاشعه الاخيره، ففي طريقه باذن الله للشفاء بشكل كامل خلال الفتره الجايه عشان يكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي. نروح لموقع مبتدا، موقع مبتدا بيقول ايه؟ نوادر اهلاويه 3 كباتن من القلعه الحمراء في 3 منتخبات. يعني الاجنده الدوليه اللي فاتت شهدت مباريات سواء منتخب الاولمبي المنتخب الاول ومنتخب تونس، اللي كان كابتن الفريق او كابتن المنتخب ليه هو علي معلول نجم النادي الاهلي، المنتخب الاول المصري كان احمد فتحي، والمنتخب الاولمبي المصري كان رمضان صبحي. بيقولوا دي حاجات من النوادر ان 3 منتخبات يكون عندهم 3 كباتن من فريق واحد، ودي حاجة في الحقيقة مميزة جدا لما يكون عندك 3 لاعبين كبار وبيحملوا شرط القيادة في مختلف المنتخبات، فده شيء بيكون طبعا كويس وهام جدا ومؤشر مميز في الحقيقة. نروح لموقع 1-3، جماهير الأهلي تطلق هاشتاج تأجيل القمة مرفوض وتحتل تويتر. يعني طبعا الكل بيرغب في إقامة هذه المباراة، والطبيعي ان هي تقام وغير الطبيعي ان هي لا تقام، بغض النظر عن الهاشتاج. طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بخلاف ان هي مباراه قمه وبخلاف ان موضوع التاجيل اصلا لوحده شيء مش كويس، لكن دايما الجمهور الاهلاوي بيبقى عايز يشوف فريقه في الملعب، خصوصا بعد الفتره الاخيره الجماهير كانت بتستمتع باداء النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان المباراه تقام في موعدها والامور تسير بشكل طبيعي، وده الاقرب باذن الله تعالى. عايز اختم بخبر من يورو سبورت عربيه، واللي بتتكلم فيه على ان زي النهارده كان الظهور الاول للكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي، هو اسطوره الكره المصريه. وخلينا نتكلم شويه عن الخبر ده، لان
زي النهارده يوم 15 اكتوبر 72 كانت اول مباراه للكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي. نزل كبديل للكابتن عادل الجمال مع بدايه الشوط الثاني، وكان ما كملش ساعتها 18 سنه، وكانت مباراه الاهلي والبلاستيك. وبعد مرور 7 دقائق كان اول هدف للكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي، وكان بدايه لعدد كبير من الاهداف، وصل للهدف رقم 109 من حيث عدد الاهداف مع النادي الاهلي. وطبعا كانت مسيره حافله بالانجازات للكابتن محمود الخطيب سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وكمان على مستوى الجوائز الفرديه، واحنا عارفين ان هو في 83 خد الكره الذهبيه كافضل لاعب في افريقيا، تاريخ كبير جدا طبعا لنجم كبير وهو الكابتن محمود الخطيب. طيب دي كانت بعض اخبار الاهلي في المواقع، نروح نشوف الاخبار المحليه والعالميه. يلا بينا. الجمهورية أونلاين: جهاز المنتخب الوطني يضع الجبلاية في مأزق. سوبر كورة: حسام البدري يبحث برنامج إعداد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر. بوابة المصري اليوم: البدري يستقر على استمرار الشحات وجمعة وقفشة وبكار. بوابة فيتو: غضب بجهاز المنتخب من الشناوي واتجاه لاستبعاده من المعسكر القادم. الوطن سبورت: المنتخب العسكري يصل الصين للمشاركة في كأس العالم. اليوم السابع: اتحاد الكرة: طلبنا إقامة القمة وبرج العرب بحضور جماهيري وننتظر رد الأمن. الفجر الرياضي: حكم مصري في مباراة الأهلي والزمالك بشرط وحيد. بوابة الأهرام: الانضباط تحقق في شكاوي الفيديوهات المسربة للحكام. بوابة الشروق: الاندبندنت، صلاح ضمن أفضل 100 لاعب في القرن 21. البوابة سبورت: المشرف على الكرة بالمقاولون يطالب الجماهير بدعم محمد صلاح. موقع بطولات: تقارير مدافع نرويجي يهدد استمرار أحمد المحمدي في أستون فيلا بالميركاتو الشتوي. موقع دوت مصر: فريق ألماني يفسخ عقد لاعبه التركي لتأييده العدوان على سوريا. كورة: برشلونة يحدد موقفه من تأجيل الكلاسيكو. سبورت 360: إعلان أسماء المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي. طيب في أخبار كتيرة محلية وعالمية محتاجة تعليق في الحقيقة، بس أنا عايز أروح الأول لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا تقرير مهم قوي، حاولنا نسأل حضراتكم كجمهور عظيم للنادي الأهلي عن رأيكم في مسيرة مستر فايلر حتى الآن وأول 6 مباريات، في تقرير هيكون مهم جدا مع الجماهير، وبعدين نرجع مباشرة مع ضيفنا العزيز في حلقة النهاردة الأستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي عشان نستفيد في الحديث في العديد من الملفات. فاصل تقرير فقرة الضيف، يلا بينا. اختيار موفق الحقيقه من المجلس ومن اللجنه، لانه هو يعني عنده طموح وبداياته بتوضح ان هو يعني قريب من طريقه مانويل جوزيه من البدايه، لان انت عارف حضرتك اللاعب المصري بيبقى محتاج الالتزام، الالتزام بره الملعب برده اكتر، فهو واضح ان هو متابع القصه دي، وان هو يعني برضو بيقرا المنافس قراءه جيده الحقيقه، وده واضح من الماتشات اللي فاتت، يعني المباريات اللي فاتت. يعني انا شايف ان بدايه قويه للمدير الفني فايلر، ما عملهاش يمكن هيحطم رقم مانويل جوزيه اللي عمله قبل كده، انتصار 7 مباريات على التوالي، شايف انها انطلاقه قويه ليه، وان شاء الله يكمل على نفس الاداء
ونفس النتائج اللي بيعملها مع الفريق. أنا رأيي في المدرب الجديد أهم مميزاته إنه هو قليل الكلام وكثير الفعل وكثير العمل. وده كان زي من جزء أول ما بدأ برضو كان بدأت بصماته تظهر واخد بالك من غير ما يتكلم كتير. دي حاجة. حاجة تانية بقى علاقته باللاعبين علاقة طيبة جدا جدا. وأهم ما يميز العلاقة الطيبة إيه؟ عدم التمييز بين اللاعب واللاعب. فاللاعب يحس إن في عدالة فيلعب بحرية بقى، واخد بالك زي يطلع كل اللي عنده حرية، لأن حس إن الحكاية ما فيهاش بقى فلان صاحبي وفلان قريب وفلان يعرفني وبتاع، فهو مالوش ما عندوش. وهو صرح بكده قال لك أنا ما عنديش لاعب باسمه كذا ولا لاعب كذا، أنا عندي الملعب. والله أنا بالنسبة للمدرب الجديد اللي هو النادي إيجابه ولجنة التخطيط يعني أجادت واختارت صح فعلا، إحنا راهننا عليه وأنا أول كنت مراهنين عليه، وتابعته في أول أسبوع في تمريناته كلها، كنا بنقعد معاه لغاية 8:30 هنا كل يوم، شفنا الراجل أداء جديد، شفنا الجهاز اللي معاه المعاون في شغل جديد خالص بيعملوه في الملعب، وأنا راهنت عليه حتى قلت لكل أصدقائي في النادي هنا إن الراجل ده بإذن الله هيقدم حاجات كويسة زيه زي تسوبل وزي هولمان وزي جوزيه وزي جريدو، هيخش التاريخ من أوسع الأباب في النادي الأهلي هنا. ليه؟ معاه لعيبة كويسة، معاه جهاز فني كويس، معاه إدارة طبعا بقيادة كابتننا الكبير أسطورة الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب، طبعا هيخش التاريخ إن شاء الله من أوسع الأبواب. وأنا شايف حتى طريقة اللعب بتاعته يعني طريقة لعب جديدة خالص، يعني بننزل لعيبة وبيقعد لعيبة ومش مرتبط بسن معين ولا ده كابتن الفرقة ولا ده أحسن واحد في الفرقة، هو عارف بيعمل إيه، ولذلك هو شايف الفرقة بتقدم كرة كويسة جدا، كرة يعني بصراحة يعني ما شفناش قبل كده بصراحة، يعني شفناها أيام جوزيه ممكن، أيام اللعيبة الكويسة اللي كانت موجودة طبعا، الجيل الذهبي بتاع النادي الأهلي اللي هو أيام أبو تريكة ووائل جمعة وبركات ومتعب والناس دي كلها. والله أنا رأيي إن هو راجل أهم حاجة فيه أولا ربط الفرقة ببعضيها، اشتغل فنيا كويس جدا. طبعا 6 ماتشات ما هياش برضه فترة كافية إن احنا نحكم على المدير الفني، لكن دايما البدايات بتوحي دايما بالنهايات. الراجل بداياته كويسه جدا مع الاهلي رغم الانطباعات الاولى اللي كانت عند الناس ان هو الاسم مش معروف وكده، لكن هو طبعا شغله في الملعب خلانا كلنا نغير الفكره دي، وشايفين الاهلي النهارده فيه ترابط في حته كمان كويسه جدا، ان خلى كل في ده عداله في الملعب، ان كل اللعيبه حاسه ان عندها فرصه تلعب، وده مهم جدا جدا للعيب. اللعيب ده استثمار، لما انا بسيبه قاعد على الخط انا بخسر فلوس وبخسر لعيب نفسه. فايلر حول اللعيب ده لمكنه في الملعب، ان هو بيأدي وعارف ان هو هيجي فتره وهيلعب وان ليه فرصه في اللعب. والله هو المدرب يعني من خلال الكام ماتش القليلين اللي هو لعبهم تحس ان الراجل ده عنده فكر وعنده رؤيه صحيحه للملعب، يعني بيقول للاعب طلع اللي عندك وملكش دعوة باللي أنا بقوله إلا في خلال الخطة المرسومة، أنت حر في الملعب تطلع اللي عندك، طلع إمكانياتك، تبدي مواهبك في إطار الخطة المرسومة للفريق ككل. ومن ناحية الجماعية يعني أنا شايف كده إن كله بيدافع وكل بيهاجم وكل بيجيب أجوان، ما فيش بقى الطريقة التقليدية بتاعت زمان الاعتماد على رأس حربة واحد اللي هو بيخش يسجل أو بتاعه حاجة، لا حسين شحاب بيجيب، رمضان صبحي بيجيب، عمرو السوليه بيجيب، يعني الراجل عنده فكر متطور صراحه. فقره حواريه مهمه جدا مع ضيف عزيز، وانا بسعد دايما بتواجده معانا هنا في برنامج كلام في الميديا، الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. يا استاذ عبد المنعم اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، نورتنا دايما. مش ما بتضحكش في بدايه الحلقه؟ كنت بتضحك كمان المره اللي فاتت. لا ما قلناش المره اللي فاتت، هقول المره دي. طيب كان معانا تقرير للجماهير عن رايهم في مستر فايلر، واكيد حضرتك تابعت التقرير وسمعت رايهم، عايز اخد راي حضرتك. هو رايهم كلهم يعني بسم الله الرحمن الرحيم، رايهم كلهم كان راي حلو بصراحه، يعني كلهم مبسوطين بيه وفرحانين بيه، وفي نفس التوقيت بيعكس التغييرات اللي حصلت في الراي الاولاني خالص لما كان المدير الفني مطروح او الاسم اتطرح قبل ما يجي بثلاث اربع ليالي. كانت الدنيا السوشيال ميديا مقلوبه، الدنيا ما كانتش في صف فايلر، الناس كلها كانت معارضه والناس كلها كانت خايفه من وجود مدير فني
يعني الثقل بتاعه والسي في بتاعه ما كانش على ما يرام او هكذا. يعني تخيل الناس، مش تخيل ودي حقيقه واقعه، يعني هو مدير فني بالفعل حتى هذه اللحظه السي في بتاعه مش سي في كبير ولا عالي ولا رائع ولا بالحجم الكبير ولا بالحجم الطموحات التي كانت جماهير الاهلي تنتظر المدير الفني. ولكن تفتكر كنت اتكلمت مع حضرتك في الحلقه اللي فاتت وقلت لك جزئيه مهمه جدا، الحكايه مش بالسي في، الحكايه مش بالسيره الذاتيه الكبيره، الحجم، الحكايه كله بحاجه واحده بس، بقدرتك على انك انت تعمل نفسك من اول وجديد او كويس. تعيد كويس. صياغه نفسك من اول وجديد. ما هو في لعيب كوره بيبتدي حياته لعيب مش كويس، مستواه ضعيف، مستواه مش على المستوى مش على 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 ما يرام، وبعد فتره من الفترات تلاقي مستواه يزيد. مثلا يعني في الاهلي عندك مثلا كريم نيدفيد، ثلاث اربع سنوات اللي فاتت كريم نيدفيد كان مستواه الناس كلها كانت بتتهم كابتن حسام البدري بمجاملته، اللي يقول لك ده ابن حسام البدري بيلعب ومش عارف له مركز ايه، باك يمين باك شمال نص ملعب تايه. لما لعب مع لاسارت فتره او قبلها مع محمد يوسف لقينا الامر اختلف تماما طبعا. شفنا كريم نيدف في حاجه ثانيه. هو يا جماعه يعني الناس بتقول ان المدير الفني ممكن ما يطورش نفسه؟ لا، ممكن يطور نفسه. خلي بالك انا بشبه المدير الفني زي المدرس. ما في مدرس بيذاكر، مدرس بيجتهد، مدرس بيطلع، مدرس كل يوم عنده نواحي تثقيفيه من هنا وهناك، فبالتالي يستطيع ان هو يعمل ثراء تدريبي، ثراء ثقافي. لانه خلي بالك اي حد ما بيذاكرش عمره بيتقدم. ما هتلاقي عندنا في مصر هنا في ناس عندها خطط بتاعت 4-3-3 و4، خطط قديمه جدا وعمرنا وتيجي للاسف وتيجي تدرب تلاقي الامر مختلف خالص وتلاقي مربوكين ما عندهمش. عشان كده في ناس كتيره احترمت نفسها وقاعده في بيوتها. الناس اللي بتحاول وتعافر بتفشل وبترجع مره تاني ايه تقعد في البيت، لان التدريب مهنه الذين يطورون انفسهم يوم طبعًا بعد يوم. أكيد. المدير الفني اللي بيقرا فيها متغيرات كتير، المدير الفني اللي ما بيقراش، المدير الفني ما بيطلعش، المدير الفني اللي ما بيعملش معايشات. يعني خلي بالك المدير الفني سواء مصري او اجنبي او اي جنسيه لازم يروح مدارس تدريبيه يقعد فيها فتره معايشه، يشاهد التطورات اللي بتحصل، يشاهد طرق التدريب اللي بتحصل، يشاهد كمان طرق التدريب بتنفذ ازاي والخطط بتنفذ ازاي. هي مش مجرد خطه رقميه احطها على الورق واقول للجماعه ايه اشتغلوا، لا، لازم احط تداعيات واحط نقاط بتاعتها واحط كل تفصيله احفظها للاعب. تمام. ده فايلر. يعني انا بس في حاجه لازم مبدئيا كده نقولها. اتفضل. ان فايلر مشروع مدرب للاهلي، مشروع جيد. حلو قوي. تمام. مش عايزين ننفخ. صح. انا معاك في الجزئيه. النفخه دي مش كويسه. كويس. حتى مش كويسه بالنسبه له هو لما يلاقي في اطمئنان بالنسبه له في ظهير اهلاوي بالنسبه له ده هيطمن، انما الظهير الاهلاوي ده اللي عمال ينفخ كل شويه عند اول اخفاق مثلا هتلاقي هجمه. تمام. لانك انت نفخت، فما طالما بتنفخ فبالتالي بتنتظر من هذا الشخص المنفوخ منتظر منه صح مباريات جيده طبعا. فبالتالي هو يعني قدر جمهور الاهلي انه ربنا جاب لهم السنه دي مدير فني عاقل وراسي ورزين. بمعنى ايه عاقل يعني؟ يعني هو في مدربين فنيين مجانين؟ لا يعني؟ لا مش بالمجنون يعني بشكل مجنون تلاقيه بقى عامل شعره كده. عاقل بمعنى ايه؟ عاقل يعني راسي، يعني رزين، يعني مش مدير فني. حتى لو لاحظت في المباريات هتلاقيه واقف ايده في وسطه وبيتابع متابعه دقيقه لكل التفصيلات، يعني مش واقف مجرد وقوف، حتى بتلاقيه مجرد اشاراته صح. مجرد ان هو مش متوتر يعني. هو حتى انا ما بشوفوش بيقول للاعب روح هناك وتعالى هنا. في مدير فني يعني بيروح على الخط، خيالنا احنا يعني خيال بتاع الكاميرا. لا، ده راجل واثق من امكانياته، واثق من فكره، واثق من لعبته. خلي بالك والثقه بتاعت لعبته دي جت من خلال ان هو راجل واثق من نفسه. خلي بالك المدير الفني الواثق، المدير الفني العاقل، العاقل مش المجنون، المدير الفني الهادي، المدير الفني الرزين، كل الشخصيه دي بتنعكس على اللعيب نفسه طبعا. انا لما الاقي المدير الفني عاقل واقف كده على الخط هادي انا هكون هادي، انما مدير فني واقف بره عمال يتنرفز ويبص على الحكام ويشتم الحكام، اللعيب جوه اي لمسه فيه هيتكلم مع الحكم صح. اي خبطه فيه هيتكلم مع الحكم، اي مش عارف ايه مع الحكم. فده انعكاس. عشان كده بنتكلم نقول المدربين، يا مدربين انتوا بتصنعوا كل شيء. عشان ما فيش حد يقول لك انا مدير فني المفروض يكون ليه حصانه
حصانه جوه الملعب، حصانتك اخلاقك، حصانتك كويس، فنياتك. انما احنا مع الاسف تلاقي المدير الفني 75% منه زعيق وشخط ونطر ووقف على الدكه ورايح جاي، رايح جاي على الخط وبيعمل شمال. وهقول لك على حاجه، في مديرين فنيين بيشاور شمال والكره ناحيه اليمين. يا عم بص، بص الملعب انت بتشاوره خلاص، لا الكاميرا عليه مش عارف. يا فندم بص على الكاميرا، شوف انت فين، عشان حتى لما توقف لما تحط صباعك يبقى عارف صباعك رايح فين، مش تعمل صباعك الناحيه الثانيه. ممكن يكون تمثيل، تمثيل من المدير الفني مثلا. لا تركيز ازاي؟ يعني مش مركز. لا ده حاجات سمات شخصيه، حاجات في سمات الشخصيه. احنا يعني في مدارس في التدريب، في في مدير فني ما بيتحركش مكان، بيقعد على مكتبه كده، على مكتبه يقعد على الدكه قاعد عارف هو بيعمل ايه. يعني في مدارس مثلا الله يرحمه طه بصري ما كانش يتحرك من المكان النهائي، وطلعت يوسف من رواد المدرسه دي دلوقتي طبعًا مثلا طبعًا. في مدير فني تلاقيه واقف 24 ساعه، في مدير فني بيتحرك مع الكره شمال ويمين ورايح جاي. يعني انت لو شفت طاهر العشري بتلاقيه بيلعب الكره بدماغه وتلاقيه يتحرك. مدارس سبحان الله، هو كل واحد ليه مدرسه خاصه. نقول بقى ان فايلر مدرسه لوحده، مدرسه هاديه جدا فعلا. مدرسه انا ملاحظه لغايه دلوقتي يا جماعه، انا والله ما بمدح فيه، انا ما اعرفوش ومليش قرايب في سويسرا خالص بصراحه خالص. يعني اخري الصعيد والحمد لله. فبالتالي الله يخليك. فبالتالي انا حتى يعني انا شفته من 3 4 ايام وتعمدت لا في حفله النادي الاهلي، بصيت هتعمدت ابص عليه. الناس كلها بتتكلم حواليه، هو ساكت بيسمع كل الناس. واللي بيسمع ده ربنا بيقول لك عن طريق المترجم إيه؟ يعني ده انا هقول لك حاجه حلوه. ربنا خلالك بق واحد واثنين صح. فدي رساله من ربنا ليك انك تعمل ايه؟ تسمع اكتر ما تتكلم. تسمع اكتر ما تتكلم. انما احنا عندنا بقى ايه؟ اللي بيتكلم اكتر ما بيسمع. واللي بيسمع اكتر ما بيتكلم ده بتلاقيه دايما عنده هدوء وعنده رزانه وعنده ايه؟ قوه شخصيه، وتلاقيه ناجح. فاهمني؟ تلاقيه ناجح. الا بقى الفلتات. جوزيه كان فلته طبعا. يعني جوزيه كان عصبي، جوزيه بقى بالجاكيت ويخلع الجاكيت ويتخانق مع الحكام ويطرد والكلام ده، بس كان فلته. بس ما كانش دايما بيعمل كده على فكره. لما كان بيحس بالظلم الحقيقي اللي موجود كان بيعترض، وكان مدير فني كان بياخد حقه جوه الملعب. يعني ما استناش لما اسطوره. مدير فني انا شايفه مدير فني مشروع لمدير فني جيد جدا كويس. ولكن لسه الاختبارات القويه جدا جايه له. ما كانش فيه اختبارات قويه قبل كده؟ هو كان الاختبارات القويه موجوده، ولكن انت برضو مش عايزك تحمله فوق طاقته. خلي بالك انت لما تديله تقول له ده عظيم، انت كويس، انت تمام، وهو يعني مش منتظر منك ده. خلي بالك هو مش في دماغه الكلام ده. عارف لو في دماغه الكلام ده ياثر عليه طبعا. تلاقيه يعني يا حضرتك مع اتجاه الترقب الدائم لمستوى مستر فايلر او مستوى. لا انا مش عايز ترقب قياده. خلي بالك اي واحد يترقب مستوى مدير فني، المدير الفني بيحاطط في دماغه ان الناس مستنياه ومنتظراه، ده خلي بالك مش كويس بالنسبه له. كويس، يبقى تقييم. فبيخاف. مش بيخاف، زي الصيف المسلط على 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 رقبته. كويس. فخايف النتائج تحصل نتائج غير جيده، الناس تهاجمه، ممكن تاثر عليه. لما هو يبدو ان هو مش رامي ودانه مع الاعلام جامد، بس هو رمى ودانه مع الاعلام لما جه، وده نفع معاه. ازاي نفع معاه؟ طبعا. هو لما جه اتقال له 1 2 3 4 5 6 7 8 لغايه 10، منهم الناس بتهاجمك، منهم الناس مش مقتنعه بيك، منهم السي في بتاعك مش كبير، منهم النادي الاهلي اكبر من اسمك. كل الكلام ده حاطه فين؟ في اعتباره. في واحد ياخد الكلام ده يفلتره ويدرسه ويخليه سند ليه، ويحاول يثبت عكسه تماما. في واحد ياخد الكلام ده يعصبه ونرفزه، فيعمل عداوات، يعمل مشاكل، يعمل مشاكل مع الاعلاميين، يعمل مشاكل مع الجمهور، يعمل مشاكل مش عارف. لا هو خده وخلاه عنصر ايجابي. انت ما تعرفنيش، ما دام ما تعرفنيش ما تحكمش عليا، ما تحكمش عليا بالماضي، احكم عليا بالحاضر، احكم عليا بالمستقبل. اول ما جيت فزت 2-0 بره ملعبي، غلبت الزمالك 3-2 في مباراه ولا اروع طبعا. اي نعم في اخطاء حصلت، لكن في النهايه كسب المباراه، خد العلامه الكامله 6 مباريات، في كسب الست مباريات. ده كله مؤشر ان هو مدير مشروع. انا بقول مشروع عشان ما حدش يقول لي انت بتفخم فيه. مشروع لمدير فني صح. لو استمر في هذا المستوى يبقى النادي الاهلي ضم الى قائمه المدربين العظام مدربا حلوة رائعا حلوة. امثال هيديكوتي، كالوتشي، مين تاني؟ جوزيه طبعا. جوزيه طبعا على راسهم. تسوبل، هولمان. خلي بالك الاهلي بيصنع نجوم صح. بيصنع نجوم في التدريب مش العكس تماما. خلي بالك الاسماء الكبيره اللي جت الاهلي لم تصادف النجاح اللي صادفه المغمورين تمام. طيب عايز اروح بقى نتكلم في خلاص فايلر
كده كفايه فايلر. تمام فايلر تمام. نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله في المباريات المقبله ويستمر في هذه المسيره الرائعه حتى الان. القمه هتتلعب ولا مش هتتلعب؟ تبقى لما والله بص هو انا جاي في السكه هتتلعب. الواحد ماسك ايه؟ زي ما بيكون ماسك ورده. تتلعب مش هتتلعب؟ هتتلعب مش هتتلعب في استاد القاهره بس الاتجاه كله انها ممكن تتلعب. ممكن بنسبه كبيره تلعب بس تتنقل فين؟ برج العرب. برج العرب القاهره ده صعب. بس انما الى علمي ان كويس. في محاولات من اطراف لتاجيل هذه المباراه. يعني في اطراف وبتحاول، والكلام ده على فكره على مسؤوليتي الشخصيه بقوله اهوت، ان في اطراف بتحاول حتى هذه اللحظه. ولكن اطراف عايزه تاجل الماتش. الكلمه في النهايه للامن. الامن لو قال خلاص الدنيا خلاص، ما حدش يقدر يتكلم نهائي، لا الاهلي ولا الزمالك يقدر يتكلم. لكن الاتجاه الاكبر يعني لسه 50-50، ممكن كمين شويه 55 شويه لاقامه المباراه. لان خلي بالك عندنا مشكله كبيره يا جماعه، المباراه دي اللي اتاجلت هتبقى ايه؟ الجون عايز ياجل المباراه. بالظبط، هو ده اللي اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه. اشمعنى وفلان وعلان وعلان؟ هتلاقي نفسك ايه؟ وبصراحه عندهم حق. الدوري بتاعك هيبقى بقى ان شاء الله سنه 2020 و زي الموسم اللي فات كده. لا ده 2020 المره دي بقى عندك عندك استحقاقات كتيره، وعندك طبعا بقى كله بقى هيتشبث بالتاجيل، الدوري هيبوظ خلاص. وسمعت ان انا في دعوه وجهها نادر شوقي باستضافه المباراه في الجونه. فعلا. يعني انا برضو مش من انصار دي يعني بصراحه، هو يعني بيحاول يساعد يا جماعه. لو مشكله في ملعب استاد القاهره او ملعب برج العرب، احنا الملعب بتاعنا في الجونه جاهز، لو عايزين تلعبوا الماتش في الجونه ما عندناش مشكله، والدكتور راح جيد منه في الحقيقه. يعني بيحاول يساعد الراجل. انا اهم حاجه انا يعني انا نفسي نفسي ايه الداعي للتاجيل؟ ايه المشاكل الامنيه؟ لو المشاكل الامنيه ما هو برج العرب موجود، كل مباريات الاهلي تقام في برج العرب وكل مباريات الزمالك تقام في برج العرب. هو في مشاكل امنيه اصلا؟ ايه الازمه؟ ما هو انا برضو دي اللي كنت هتكلم فيها، ما المشكلات الامنيه التي تجعل مباراه زي الاهلي والزمالك فيها ازمه؟ طب ما هو مباراه الاهلي والزمالك اتلعبت من 20 يوم كانت بجمهور، او من 20 يوم 25 كانت بجمهور واتلعبت. ايه الداعي هذه الايام؟ ايه الازمه؟ انا مش لاقي ازمه بصراحه، يعني الا إذا كانت هناك عناصر تريد، إذا كانت هناك عناصر تريد الضغط على لتأجيل المباراة، وهناك وتجد الأمن وتجد آذانا مصغية بس لسه ما نفذتش. أنا كلامي دقيق واضح ومفهوم عشان بس ما حدش يقول لي لا. أنا بتكلم حتى قلت باللغة العربية الفصحى عشان خاطر الناس تعرف أنا كلامي مش موجه لحد، أنا بتكلم كويس في جزئية إن هو ربما تجد آذانا مصغية، ولكن الآذان المصغية بتسمع بس هتنفذ الله أعلم. لانه خلي بالك الضغط اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه دي، الساعات اللي جايه دي، هيحدد اقامه القمه من عدمها. خلاص استاد القاهره مفيش يعني لو في ده بنسبه كبيره. انت لغايه دلوقتي مفيش اي خطابات من الامن في الحقيقه. نعم لغايه دلوقتي مفيش اي خطابات من الامن، خطابات رسميه مفيش. خلي بالك ما هو اتحاد الكوره برضه نفى النهارده، او نما الى علمي ان اتحاد الكوره لم يصدر اي كلام ولا مخاطبات رسميه ولا غير رسميه بتاجيل هذه المباراه. الامن يعني الامن. لا اتحاد الكره نفسه، اتحاد الكره ما تلقاش خطاب عشان يبلغ، والامن ما اتكلم واسف اتحاد الكره ما اتكلم. ففي هذه الحاله المباراه ستقام حتى هذه اللحظه، مالناش دعوه. انا قلت دلوقتي هنتكلم في مباراه القمه طبعا، ماليش. انا عندي النهارده في الاهرام الرياضي عامل عدد خاص عن مباراه القمه. ما جاليش جواب رسمي، يبقى لازم والاهلي يمشي في اجراءاته. مش مباراه الاهلي هي طبعًا. ماشي في اجراءاته وعنده الشكل التنظيمي بتاعه حتى. بس لما تيجي تاجل ليه؟ طيب الدواعي الامنيه برضو ما هو الدواعي الامنيه برضو مش هنقدر نتكلم ليه؟ طبعا مش هنقدر نتكلم، بس في امور منطقيه وامور غير منطقيه يا استاذ عم منعم برضو. يعني طبعا كل الاحترام والتقدير، ما حدش يقدر يتكلم في موضوع الامن، هم الادرى باي شيء يعني، ما عندناش اي مشكله. بس دايما في اطار منطقي يعني. هو دايما احنا بنتحجج، نقول لك احنا عندنا بطوله جايه بتاعت ايه؟ تحت 23 سنه. وعندنا استحقاقات دوليه للمنتخب في 14 و18 نوفمبر اللي جاي. وامبارح كان عندنا بوتسوانا، وعندنا دوري شغال، المباريات العاديه شغاله. مباراه الزمالك المفروض تبقى، المفروض يعني انا نفسي اللي بيتفرجوا علينا الزملكاويه والاهلاويه، يعني ايه ماتش اهلي وزمالك؟ ده المفروض ده يوم عيد طبعا، المفروض كرنفال صح. حلو صح. يعني انا عشت مثلا من 70 مثلا لغايه موعد مثلا اتفرج على الكوره، وماتش الاهلي والزمالك ده كان مصدر فخر للزملكاوي والاهلاوي، نتفرج على فرقته واتمتع بيها. بنسخر بس السخريه المحموده، مش السخريه اللي هي فيها اهانات يعني وكلام بشع زي ما بيحصل دلوقتي والسوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا دلوقتي انت لو دخلت كتبت بوست اتكلمت فيه عن قلت ايه مثلا اهني فلان الفلاني من معسكر مثلا او من فريق تاني. طب انا راجل محايد بهني واحد في فريق مثلا كسب، يبقى انت كذا 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 ما مش عارف ايه واشمعنى يا جماعه البعض. يعني خلينا نقول البعض مش الكل. لا بص، لا على السوشيال ميديا بعض مين؟
ده بعض يعني من 3 لـ 9، ده احنا البعض ده هو اللي ما بيتكلمش، البعض هو اللي ساكت، البعض قليل، البعض اللي هو المحترم اللي هو ما بيثيرش اي قضايا ولا اي مشكلات على السوشيال ميديا. احنا ازمتنا حاليا السوشيال ميديا، وادارات الانديه كلها بتاخد بالسوشيال ميديا. واتحاد الكوره يعني عايز تفهمني، اتحاد الكوره ده اتحاد الكوره اساتذه في السوشيال ميديا، كلهم موجودين على السوشيال ميديا وبيتاثروا بكلام السوشيال ميديا. يعني هم كل ما فيش حد فيهم. ايجابي ولا شيء سلبي؟ ما هو ايجابي ان انا ابقى موجود على السوشيال ميديا واعرف رايي من دماغي، مش رايي من السوشيال ميديا خايف من علان ومن من 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 كويس. من ده مهم علان. ده مهم جدا. يعني ايه السوشيال ميديا؟ ده السوشيال ميديا ممكن تكون بالنسبه لي انا اعرف الاتجاه ماشي ازاي. طب اتجاه للتاجيل ولا اتجاه لإقامة المباراة؟ أنا المعسكر اللي عايز الأهلي بيقول لك لا، مثلا هو ده اللي بيقال على الأهلي، محتاج إيه مباراة تقام في ميعادها، الأهلي فت، الأهلي جاهز، الأهلي كل العناصر، الزمالك عنده مباراة مهمة. يعني ده مش مقياس، ده مش مقياس إطلاقا. هو ما طبعا مش مقياس. ما أنت عندك الزمالك الماتش اللي فات كان هو الأجهز، خارج من الكاس والأجهز وفايز، كان عامل مباراة كبيرة قوي مع بيراميدز، والأهلي كان متوجس من الزمالك طبعا. فوجينا ب 3-0 في أول 60 دقيقة صح. فالأمر مختلف، وده خلي بالك ده من زمان، ده طول عمر ماتشات الأهلي والزمالك. أنت خليك ما عدا فترة معينة بتاع الكاس، فاكر لو شفت؟ نعم، ما عدا فترة معينة، فترة جوزيه، فصل الجزئية كان دايما الاتجاهات او الميول رايحه ان الاهلي هيكسب، وكان فعلا الاهلي بيكسب. ما دي خلي بالك دي نصحت وتوفيق مدير فني، كان مدير فني ناصح، ومدير فني كان بيعرف يقود يقود الاعلام حتى، ويقود الجماهير صح ويقود ويخليهم في صفه دايما، وده اللي خلاها دايما مدير فني ناجح. هو خسر الماتش واحد بس بتاع جمال حمزه، بتاع كان هو مريح جمال حمزه وتامر عبد الحميد بالظبط كده. كان كابتن حسام بدري المدير الفني. فده عايز نرجع يا جماعه، والله يعني انا بستفاد ايه لما انام في بيتي مثلا متخانق مع جاري الزملكاوي او جاري الاهلاوي؟ بستفاد ايه؟ ايه اللي انا اشبعته جوايا طبعا علشان اتخانق معاه؟ ده في ناس بتموت، في ناس بتضرب بعض، في ناس بتموت بعض، في ناس بتخش مستشفيات، في ناس بيجيها سف، يعني في واحد بيجي له ذبحه صدريه، واحد يقول له سكته قلبيه عشان مباراه. يا راجل ده انت يعني ايه ده؟ وصلت بينا الدرجه نموت عشان مباراه؟ سواء الواحد بيبقى مضغوط في الماتشات عامه، يعني كل واحد بينتمي لنادي معين بيبقى دايما مضغوط وحاجه، بس يعني ده مش كويس للصحه. يعني ماشي، انا لما اشجعه بانفعال ايه اللي هيحصل؟ هل انفعالي ده هياثر على اللعيبه هيسمعوني مثلا؟ لا 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 هم خلاص. ما احنا على فكره هو اللعيبه دي اللي هم ال 30 لاعب في الاهلي وال 30 لاعب في الزمالك مش على علاقه ببعض طبعا، ده كله علاقه كويسه جدا، بيسهروا مع بعض ويتكلموا، احنا عارفين الكلام ده، بيسهروا مع بعض ويتكلموا مع بعض، ومنتخبات مع بعض ويهزروا مع بعض. لكن هو هم بس خلي بالك هو ما يقدرش يظهر ده كتير، انما بتشوف بقى عشان الناس بتخاف يقول لك انت كلمته فلان، ما انت خلي بالك في ناس ما بتحبش العلاقه دي تبقى موجوده، ما بتبقاش العلاقه بالاهلي والزمالك تبقى موجوده ولا لعبتها. طيب ومصلحتها ان العلاقه تبقى ايه؟ منبته ما بينهم. سر الاخبار اللي خرجت يا استاذ عبد المنعم بتاجيل الماتش رغم ان ما فيش اي جوابات رسميه، سر ده ليه؟ يعني ليه حصل كده؟ ما انا قلت لك ضغوط في بعض الضغوط. يعني انت متاكد على الجزئيه؟ ما هو انا باكد عليها لانه خلي بالك يعني ما هي الكلام واضح. يعني الكلام فسر نفسه. يعني هو الاهلي هيضغط عشان ياجل؟ لا يعني لا، هو الكلام مفهوم خلاص، الكلام مفهوم بس يعني ان شاء الله. بس في حاجه انا بضغط وانت المضغوط عليك. بس انت فين؟ صح، انت مش انت، انا بضغط عليك بس انت بقى كلمتك من جواك. انا ضغطي ده لا يمثل لك اي شيء صح، وحتى لو ما ضغطتش انا امشي بالجدول زي ما هو موجود زي ما هو. خلي بالك وده على الاهلي والزمالك طبعا. الاهلي لو اتزنق خلي بالك اكيد في مباريات ممنوع التاجيل، وانا اول واحد اقول لها طبعا. مش ولو انا معاك في الاهلي هنا، احنا بنتكلم في مصلحه الكره المصريه بشكل عام يا استاذ عبد المنعم. ما هو انت بلاش علاقه باهلي وزمالك. امبارح يعني انا امبارح بصراحه انا قلت ايه الدوري المصري الوحش ده؟ ايه الافرازات الوحشه دي؟ قبلها شفنا ماتش، انت هنتكلم اكيد على الموضوع ده طبعا، منتخب اولمبي منتخب اولمبي الاول، مباراتين سمك لبن تمر هندي. طب خلينا نتكلم الاول، نقفل ملف القمه. ما هو ده عشان ده عشان الدوري. ماشي اوكي، ماشي خلاص، هنقفل ملف القمه الاول. احنا اتكلمنا فيما يتعلق بالتاجيل، ان شاء الله باذن الله يا رب المباراه تتلعب في موعدها. لكن فنيا بقى كيف ترى هذه المباراه من وجهه نظرك؟ مباراه الاهلي والزمالك ما احنا قلنا لا تخضع لاي منطق، حلو، لا تخضع لاي حسابات كويس. مباراه هتكون بالنسبه للفايلر حاجه تانية خالص. ينسوا الست ماتشات الجماعه اللي فاتوا، وينسوا الروتيشن، وينسوا التغييرات المستمره والحاصله دي. لا يعني انت متوقع مستر فايلر مش هيغير في التشكيل؟ مش هيغير، بس لا تغييره واحده تغييرتين. يعني انا حتى كتبتها عندي وقلت هو ممكن المفاجاه الوحيده هتكون بالنسبه له ممكن يلعب براس حربه
صريح وواضح مش هيلعب باجي باجي دي توقعاتي انا ما فايلر ما قالليش حاجه يعني طبعا فبالتالي دي ممكن تكون لانه خلي بالك هو جربه امبارح ولعب بشكل كويس واحرز على اعذاره على اعذاره لانه اعذاره خلي بالك مشكلته الاساسيه ان هو لما بيبعد بيحتاج فتره كبيره عشان يرجع ولان هو ما عندوش ثقه بنفسه حتى تلاحظ في المباراه الاخيره بيتطرف دايما على الاطراف عشان هو ما بيحبش المواجهه المرمى لما بيكون بعيد محتاج ثقه بس شويه محتاج ثقه تمام فايلر مش هيلعب كتير في التشكيل حبيت اقول لك التشكيل دلوقتي اقوله لك قوله من وجهه نظرك مفيش مشكله وجهه نظر الشخصيه محمد الشناوي الشناوي هيلعب احمد فتحي رامي ربيعه فتحي ربيعة أيمن أشرف أيمن علي معلول أفشة رقم 10 أفشة رمضان صبحي رمضان الشحات مين تاني بيبقى في النص كده حمدي فتحي طبعا حمدي الخلاف بقى بالنسبة لي أنا هل هنا بقى أجاي لا أنت لسه قلت السولية السولية آسف السولية السولية أجاي ولا أزارو دي بقى ترجع اللي هو عايز يعمل أنت إيه أنت متوقع إيه انا بتكلم على فايلر وتفكير فايلر خلي بالك تفكير فايلر بقى مش هو كده لو لعب باجاي يبقى كده ايه لعب بتشكيل الناس كلها عارفاه بست مباريات فهو من الممكن ان يحدث بعض التغيير من اجل مفاجاه ايه مفاجاه الزمالك تمام الناحيه الثانيه بقى الفريق كله جاهز بالنسبه له وفيها شويه تغييرات بالنسبه له لكن خلي بالك ميتشو مشكلته الاساسيه ان المباراه دي هتوضح حاجات كتيره بالنسبه له مكمل ولا مش مكمل يعني ممكن ميتشو بعد المباراه دي لو باذن الله الاهلي كسب ممكن يمشي لا انا ما يعني بس انا عندي معلومات ان في ناس في جهاز فني طبعا الكلام ده هقوله انت بتهدم في الزمالك هتكلم على الزمالك لا على مش عارف او على مسؤوليتك انت على مسؤوليتك. في معلومات احنا ملناش دعوه يا جماعه استاذ عمنا هو اللي بيقول بص اقول لك على حاجه نادي الزمالك المشكله الاساسيه فيه ان يعني انا بتكلم الناحيه الفنيه انه مش عايز استفيد في الزمالك لا لا لا, لا, لا بس بتكلم على المباراه نفسها المباراه نفسها ان مشكله ميتشو ان هو مع لسه الثقه الكبيره مش موجوده هو مدرب كويس مدرب رائع وعامل نتائج كويسه جدا تمام ولما شفناه في ماتش بيراميدز قلنا الزمالك خلاص السنه دي هيبقى ندي قوي او بالعكس ما فيش حد هيقدر يجي ناحيته ولا حد يقدر خالص يجاريه في النتائج والاداء طبعا. لكن النتائج السيئه اللي حصلت والمشكلات اللي حصلت وخساره بعض النقاط ده ممكن ياثر عليه جامد الا بقى لو الاداره شايفه ان هو لا يستمر فدي حاجه ثانيه بالنسبه لي ممكن يكون خلفه توقعاتي اللي انا اعرفه انه ممكن يكون في جهاز ثاني جاي جهاز محلي وطني لنادي الزمالك نادي الزمالك طيب هو الاهم بالنسبه لنا الاهلي ان شاء الله يكسب مالناش دعوه ايه باي حاجه تانية ده الاهم بالنسبه لنا في ارقام مع حضرتك بخصوص مباراه القمه ارقام كتيره ارقام ما هو كل الارقام انت دايما بقى لما تيجي الارقام هتلاقي الاهلي متفوق في كل الارقام لا ارقام لو اتكلمنا هناخد حلقتين بس الارقام كلها ابرزها لو اتكلمنا في الدوري مثلا عدد الماتش اللي جاي ده يا جماعه ماتش القمه رقم 119 قيمه الدور الاول 58 المره الثانيه في الدور الثاني 56 فاز الاهلي 44 مباراه 22 مباراه في الدور الاول 20 مباراه في الدور الثاني خلي بالك يعني المنحنى تراجع الزمالك فاز 26 مره 8 في الدور الاول و18 في الدور الثاني التعادلات كلها 48 28 في الدور الاول و18 في الدور الثاني واثنين مباريات حاسمه الاهداف 144 69 69 في 6 مباريات حاسمه الزمالك جاب 100 جول يعني الاحصائيات اللي دايما كلها في مصلحه الاهلي دايما خلي بالك برضو الزمالك يعني من مصلحته ان هو يكسب الاهلي عشان خاطر الارقام دي يعني يحاول انها يغير منها بعض الـ 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 الامور يعني عشان خاطر برضو ان التاريخ بيتكتب تاريخ مباراه القمه خلاك طيب. ملاش مقياس والورق ده كله ولا له لازمه بالنسبه للاهلي بس دايما لازم نتكلم على المعطيات قبل المباريات بشكل عام سواء قمه او غير قمه بس خلي بالك احنا دايما بنقول المقدمات المنطقيه تؤدي لنتائج منطقيه مع الزمالك والاهلي ماتشهم مفيش الكلام ده اكيد بعيد عن المنطق وبعيد عن الحسابات طيب موضوع الحكام النهارده الكابتن جمال الغندور هو اتكلم وقال احنا ما كانوش لاقيين حكام من لغايه دلوقتي ما فيش اي رد من اي اتحاد دي ازمه ثانيه بالنسبه للمباراه بخصوص الحكام وان احتمال يبقى في حكم مصري برايك ايه؟ هتبقى ازمه كبيره بصراحه هتبقى ازمه كبيره وانا في الحاله دي اجل الماتش احسن والله يتلغي اصلا كمان يتلغي السنه دي الماتش ده والله لانه خلاص بص لو هيبقى مين؟ ما فيش حكم في مصر ان في اجماع من اهلي وزمالك عليه طبعا ليه؟ هو ممكن يكون عنده بعض المشاكل بس احنا عندنا احتقان بالنسبه للحكام الحكام برضه
خلي بالك باخطاء يعني مش عايزين نقول اخطاء متعمده وغير متعمده، احيانا هم بيحطوا نفسهم في الامور دي برغم ان ماتشات الاهلي والزمالك زمان كان بيقودها. يعني خلي بالك عاوز اقول لك على معلومه بالنسبه للاحصائيات، انه 75 مباراه للاهلي والزمالك اقيمت بصافره اجنبيه، وده دليل ان الثقه كمان ما كانتش موجوده من زمان، عشان ما حدش يقول لك احنا حكامنا صح. كان موجود حكام بس ما كانش بالغزاره المطلوبه. الدوري السعودي حكام اجانب، خلي بالك المباريات مهمه كل الدورات العربيه، لانه منع لاي مشكلات ومنع صح. خلي بالك احنا بنرضى دايما بالقرار الاجنبي اللي بيصدر، لانه هيجي بقى طيب. بعيد عن اي هل هوى. هل الاقتراح اللي موجود بحكم او حكام مصريين لمباراه القمه، هل ده ناتج عن عدم السعي مبكرا نحو استخدام حكام اجانب، ولا يعني مسؤوليه مين؟ مسؤوليه لجنه الحكام كابتن جمال غندور اتحاد الكره؟ المفروض دلوقتي المباراه معروفه من امتى؟ من بدايه الدوري، من زمان. المفروض انا بحط في اجندتي ان عندي ماتش مهم بتاع الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع، فبالتالي يبقى انا عامل اجندتي واخلي حد من الناس تتابع يشوف الحكام بالزبط. او اعمل توامه او اعمل لينك مبكر ومباشر مع الناس اللي انا بستعين بيها. لكن لغايه دلوقتي انا مش لاقي، انا مش ده حكم واحد. خلي بالك انت بتدور على حكم واحد، مش بتدور على يعني طاقم حكام واحد، مش بتدور على طبعاً 50 طبعاً. حكم وفي كذا دوري بس يعني هم هيلاقوا إن شاء الله. يعني هو جمال غندور كابتن جمال غندور مش هيغلب، يعني هيلاقي ان شاء الله. هو قيمه كبيره في نفس التوقيت المباراه بامانه. يعني انا اتمنى من ربنا يوصل لحكم اجنبي عربي، لا عربي كمان، لا عربي لا لانه العرب معروف عنهم في اهلاويه وفي زمالك معروفه جدا. يعني افريقي ممكن، يعني خلي احنا جربنا مره واحده بس الحكم الافريقي ومش عارف انا يعني مش عارف يعني كان قريب يعني مش من سنوات طويله يعني، بس برضو يعني مش عارف هل يقدر الكابتن جمال غندور، هل الاهلي يوافق والزمالك يوافق؟ تجربه جديده او تكرار لتجربه قديمه. لكن لو ما فيش حكم اجنبي انا تبقى مشكله، او مشكله كبيره كفايه تحيزات طيب. وتحفظات ده ملف القمه، منتخب مصر الاول والاولمبي وقلق كبير جدا. قبل ما تقول السؤال بصراحه مغموم بصراحه. ليه؟ وزعلان من اداء المنتخبين من الاثنين. طب يا جماعه ادي الدوري اهو، احنا بنتخانق على الدوري، بنتخانق الاهلي والزمالك وازمات من هنا وجماهير وماتش قمه والكلام ده. ايه المنتوج للدوري المصري؟ مش المفروض لعيبه يصلحوا لهنا وهناك؟ ليه هو احنا ما عندناش لعيبه كويسه يا استاذ عمنا؟ عندك. طيب هم فين؟ موجودين في المنتخبات. انت شفت المنتخبات؟ انا ما شفتش اداء، بس شفت. طب مش هتتكلم انت، مش هتتكلم مش هترد على ايه؟ على سؤال. ليه لا رد، ما عنديش مشكله. انا شفت الماتشين بتوع، انا شفت الماتش التاب بالعكس، انا اتكلمت في موضوع المنتخب الاولمبي بالذات. الماتش السري اتلعب في الاسماعيليه انا ما اعرفش يعني ثلاث اشواط كل شوط نص ساعه، اتفاقات على مش عارف ايه، وكل اللعيبه لعبت وفي الاخر 1-1 والاستفاده الفنيه. احنا كده بنبتدي المنتخب الاولمبي على اعتبار ان الماتش اتلعب، ماتشين اتلعب الاول ماشي، ما فيش استفاده فنيه. انا حاسس ان ما فيش استفاده فنيه في الماتش الاولاني او هكذا يعني. خلي بالك هو اللي انت شفت الماتش شفت الماتش انهي الاولاني هو مش متذاع بس انا شفته، انا في ناس هناك معايا وشافت المباراه سمك لبن تمرين دي ثلاث اشواط في تغييرات كتيره وازمات يعني واحد اتطرد من هنا واثنين اتطردوا من هنا يعني مش المشكله في الطرد، المشكله انك انت يعني تغييرات كتيره وكل الفريق لعب. هو كان 28 لاعب مع المنتخب طبعا. كلهم لعبوا طب انت كنت بتجرب ايه؟ بلاش خلينا في اللي احنا شفناه. خلينا في الماتش التاني اللي احنا شفناه كلنا اتفرجنا بصراحه. هو كان الكابتن شوقي غريب عايز ايه؟ بس انا اتمنى انه ما يزعلش. هو بيزعل، مشكله الكابتن شوقي غريب انه بيزعل منك وتلاقيه ما يكلمكش ويشوفك ما يسلمش عليك علشان انت، ما هو انا صفر، انا شغال ايه؟ انا ناقد رياضي او المفروض انتقد. وبعدين احنا بننتقد لصالح المنتخب. هو انا جبت سيره حد في الاسره ولا حد يعني. في اسره اللعيبه انا بتكلم في كوره، كل الاحترام والتقدير لكابتن شوقي غريب، لكن احنا بنتكلم في مصلحه المنتخب، الناس اللي شاف المنتخب المصري يعمل حاجه وسمع الكابتن شوقي غريب في المباراه قال لك ايه؟ ما تلعبش باللي انت بتسمعه فين؟ باللي انت اللي اتعلمته في النادي بتاعك، واسمع اللي بقول لك عليه انا. الكلام ده معلق المباراه قاله يعني احنا سمعناها انه اصلا المباراه كانت من غير جمهور، فقال لك مالكش دعوه، ما تلعبش باللي في دماغك، العب باللي في دماغي انا. طب ماشي. طب رمضان صبحي في ناحيه والشوط الثاني في ناحيه ثاني، عمار حمدي بيلعب باك يمين او باك شمال، احمد ابو الفتوح بيلعب سرد باك، ايه ده ليه كل ده؟
يعني غريبه عشان ايه ده كله؟ طب ما انت واخد اللعيبه دي وعارف مراكزها، طب ما تسكن مراكزها وتحفظ الجمل المعينه وتحاول تعالج الاخطاء اللي هنا انت يعني بتخترع مراكز جديده مثلا يا كابتن شوقي. ما هو ممكن انت تفسر لي فنيا، بس انت ما فسرتش فنيا، انت قلت بعد المباراه راضي بعض الشيء عن المباراه او في سبيل التطوير، في سبيل الكلام مش فني. طب انت ما فسرتش ليه فنيا ايه السمك اللبن التمرين اللي احنا شفناه ده؟ ما شفناش اي جمله، ما شفناش اي كرامات، ما كانش في اي شكل في الحقيقه. ما هو انا قلت يمكن انا مش دخلت كذا حد من الزملاء يا جماعه مش فاهمين حاجه. ايه ده مش فاهمين حاجه؟ حتى على السوشيال ميديا دخلت ما فيش سمك لبن تمرين دي. ده مش كلام انا كابتن شوقي ولا ده كلام كل الناس اللي شافت المباراه. سمك لبن تمرين ممكن حد يقول لك دلوقتي يا استاذ عبد المنعم، يقول لك الكابتن شوقي غريب، ده خد برونزيه كاس العالم في 2001 فراجل، وخد امم افريقيا كمدرب عام مع كابتن شوقي غريب مع كابتن حسن شحاته 3 مرات، فعنده تاريخ وكلام من ده. خد ردك يكون ايه؟ ما هو خد ولازم ياخد. خد بطوله ولازم يستمر في الحصول. انا عشان اكد ان انا يعني لم احصل على هذه البطوله صدفه يبقى لازم اكدها ببطوله ثانيه. طيب تانية. هسالك سؤال تاني بشكل اوضح. سؤال تاني. هل التوقيت مختلف؟ الكوره في 2001 مختلفه عن الكوره دلوقتي، فبالتالي لازم فكر المدير الفني يتغير. اختلف، ما انا دي بقى ترجعنا لبدايه الحلقه. مدير فني معاصر ومدير فني عايش بقى ايه بس حاجات قديمه. تمام فهمت. لكن شوقي غريب مطلع، خلي بالك. اكيد شوقي غريب بيذاكر، شوقي غريب مدرب كويس جدا جدا جدا، لكن انا حاسس ان مش ماشيه معاه. يعني حاسس ان هو الامور يعني حتى لما مسك المنتخب ما مشيتش معاه، ماسك المنتخب الاولمبي بس مشيت معاه في منتخب الشباب، حتى مشيت معاه في منتخب الشباب، مشيت معاه في حاجه واحده بس مثلا. ماشي. ما هو كابتن، ما هو جوزيه مشيت مع النادي الاهلي بس لما راح بره ما مشيتش معاه. فهي بتبقى في هارموني كده بيحصل، ولينك بيحصل كده، سبحان الله توفيق بيحصل في مكان معين او في منتخب معين. لما بتيجي تحاول زي كابتن مثلا علاء عبد العال مثلا، نموذج عشان ما حدش يزعل من النماذج، او كابتن علاء عبد العال حبيبنا يعني، ايقونه الداخليه طبعا وبينجح مع الداخلية بس صح. سبحان الله اخر سنه هبط مع الداخلية. طاهر العشري ايقونه الحرس، فاهمني، حرس الحدود. فانت بتشوفه بينجح مع فريق معين، فلازم المدير الفني لازم عشان يقول لي انا خدت بطوله قديمه، طيب يا سيدي ماشي خد لي بطوله جديده. انت هتعيش على الماضي؟ لا طبعا مش عايزك تعيش على الماضي. انا عايزك للحاضر. طيب انت بتقيم اللاعبين في المنتخب الاولمبي ازاي؟ رايك فيهم ايه؟ رايي فيهم ايه؟ انا هم لو سالتهم قلت لهم انتوا في المنتخب عشان ايه؟ عشان البطوله اللي طب اتعلمتوا ايه؟ وايه انا بتكلم ككواليتي لعيبه، هل هم لاعبين مميزين؟ لعيبه كويسين جدا. طب لعيبه بيلعب كلهم بيلعبوا في المنتخب بالظبط، في الفريق الاولاني يعني. رمضان صبحي ولا مصطفى محمد ولا عمار حمدي وصلاح محسن واحمد حمدي طبعا كلهم بيلعبوا في الفرقه، وكلهم وجارو اسامه جلال، كلهم لعيبه مصنفين وفتوح ناس ومبالغ عاليه، مبالغ كبيره طبعا. وفتوح ده كان مش بيلعب في المنتخب الاولاني من فتره ايام أجري الله وصلاح محسن مش عارف ايه ورمضان صبحي ولعيبه كتيره جدا كانت بتلعب في المنتخب الاول. لكن اللي حصل في المنتخب انا ما اعرفش فيه، جايز يمكن التجربتين دول يعني بادلك فيهم الامور مش تمام، جايز ان شاء الله باذن الله باذن الله يرد علينا من خلال الماتشات اللي جايه. خلي بالك الجوهري كان كده في بوركينا فاسو، مش قال لك 2013 هنطلع ال 13 98 يطلع ال 13، بس ده كان ذكاء منه، ذكاء حاجه يعني. هو بيقول الكلام ده عشان يرفع الضغوط من عليه ويرفع الضغوط في كل الاحوال. في كل الاحوال عشان بس ايه الناس تبقى عارفه هدفنا ايه من الحديث عن المنتخب. لا خلي بالك احنا المفروض انت لا تفسر ولا انا افسر. ليه؟ لان حضرتك اعلامي وانا ناقد رياضي، انا شغلتي دي شغلتي طبعاً. مش هفسر لك، انا مش هفسر لكابتن شوقي انا بعمل كده ليه. انا بفسر، بس احنا دورنا سواء انا كاعلامي او حضرتك كصحفي ان احنا نساند. احنا بنساند، احنا بنساند، احنا عايزين، انا بس انا عايز اكد يعني ما قلناش مثلا ايوه اتحاد الكوره من فضلك شيل شوقي غريب. لا ما ينفعش خالص، مش دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ قلنا الاخطاء اللي احنا شفناها، اخطاء في، ما دي شغلتنا بالظبط كده، اخطاء في التشكيل عشان الكلام يبقى اخطاء في التنفيذ، اخطاء واخطاء من اللعيبه نفسها. ما هو اللعيبه ما ظهرتش برده في مستواها لان الخطه ما كانتش تمام، الطريقه ما كانتش تمام، تعديلات المراكز دي خلت كل لعيب تايه في الملعب. بس سريعا عشان في المنتخب الاولمبي الملف بتاعه باذن الله هنتاهل 2020 طوكيو الاولمبياد ولا ايه؟ مش عارف ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل التوفيق للكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون ولاعبي المنتخب الاولمبي يحققوا اهداف المصريين باذن الله، ولتتمثل الفوز بالبطوله بطوله الامم الافريقيه اللي هتكون على ارضنا باذن الله في الشهر الجاي، والتاهل لطوكيو 2020 اولمبياد، وده الاهم. نروح المنتخب الاول، هل في وجه مقارنه؟ انا اتكلمت في البدايه في الحقيقه قلت ان مفيش مقارنه، المنتخب الاول مدير فني جديد واول مباراه ليه، لكن المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب بقاله سنتين ولاعيبه ومجموعه ومباريات وديه قد كده،
فانت شايف ايه من وجهه نظر حضرتك؟ لا بس ازاي يعني المقارنه هنا بعد ماتش امبارح يعني تاخدنا لحاجه ثانيه. إيه بتتكلم عن مين؟ حسام البدري؟ اه طبعا. مش اي مدير فني طبعا. بتتكلم عن مين؟ لعيبه دوليين، لعيبه مش اول مره يلعبوا، لعيبه بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره كبيره جدا. والعنصر الجديد مين؟ هو حمدي فتحي؟ مش ده العنصر الجديد؟ حمدي فتحي وعبد الله جمعه بس والاثنين كانوا احسن اثنين امبارح. اه كانوا كويسين. ده معناه ايه؟ معناه ان التجربه دي يعني اظن ان حسام البدري امبارح كان قاعد مندهش. هتبين له حاجات كتير. لا اللعيبه مش في مستواها. حاجات كتيره جدا وضحت لك من المباراه دي امبارح. خلي بالك بوتسوانا ده ضعيف جدا. ده المفروض بوتسوانا ده انت جايبه عشان تعمل عليه خطه وتشكيل بس هم يساعدوه. دفعوا بالعشرة. ما هو ماشي، ما انت هتتعرض لاختبارات ديت. ما هو انا يعني المفروض اجيب فرقه يا جماعه لو سمحتوا عايز اكسبكم. لا ما هو جايب فرقه بتديك ايه؟ بتديك الاحتمالات كلها. وانت كمان كان بص اقول لك على حاجه، انت عشان تستفيد من تجربه وديه كنت لازم تعمل حاجه مهمه. ايه الحاجه المهمه؟ تجيب فريق قوي مش فريق ضعيف. تمام. في تجربتك الاولانيه قوي وعشان انت ايه؟ طيب الفريق القوي بيجبرك انك انت تأدي ايه؟ اداء قوي. انا اللعيبه امبارح كانوا حاسين ممكن يكسبوا في اي وقت عشان كده ما عملوش اي حاجه. طيب انا عشان الوقت خلاص بيداهمنا، انا بس في خبر عايز اعلق عليه بسرعه لان يبقى توضيح مهم. النهارده قلنا بوابه فيتو بتقول غضب بجهاز المنتخب من الشناوي واتجاه لاستبعاده من المعسكر القادم، قصدهم على احمد الشناوي مش محمد الشناوي، لان يقال ان احمد الشناوي ما كانش مصاب اصلا وان هو كان استغل الفتره دي عشان ادعى الاصابه عشان يسافر دبي، فهيبقى في عقوبات من الجهاز الفني الاول او المنتخب الاول. دي جزئيه. الجزئيه الاخيره عايز اتكلم فيها ان النهارده طبعا زي ما عرفنا كابتن محمود الخطيب زار الفريق وشد من ازر اللاعبين قبل مباراه القمه وحفزهم بشكل كبير جدا، وقال ان الجمهور ومجلس الاداره منتظر منهم المزيد خلال الفتره الجايه سواء كان جهاز فني او لاعبين، ومؤازره ومسانده مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. استاذ عبد المنعم دايما بسعد بتواجدك معايا وبشكرك شكرا جزيلا. وانا كمان والله بسعد بوجودي معاك، وشكرا لمشاهدي قناه الاهلي طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك دايما وبشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير مجله الاهرام الرياضي، واتكلمنا في العديد من الملفات خلال هذه الفقره الحواريه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده باذن الله تعالى بكره. الى اللقاء.